السلام عليكم الاخوان ديالنا، نهار جديد مع فيديو جديد. كنتمنى من الله تكونوا كامل على خير وبخير. كنقول لكم نهاركم مبروك. ها الاخوان ديالنا تشاركوا معكم ان شاء الله واحد الفيديو، هذا اللي هو فيديو جديد في القطعه الارضيه ديال طنجه الباليه اللي فيها 86 المترو، هي في نقبتكم جهه العمران. نعطيكم لافاصات ديالها هو هذا. حنا البني ديالنا كامل سالينا بالفراقات وكلشي ان شاء الله يا ربي. لافاصات هي هذه، باقي لنا غير البلاصه اللي فيها البوجي تما كنخليوها هي الاخريه ان شاء الله. باقي لنا واحد شويه د البنيه وقبالكم فوق اللي نطق او الكاسري دو عندنا تما. الفصاد ديالها هي هادي، السراجون كبارين كما تابعتو معنا من الاول حتى الاخر. حنا نعطيكم جميع التفاصيل ديالها ان شاء الله يا ربي. خليكم تتابعوا معنا الفيديو، غندخلكم نعطيكم الفصاله ديالها وشنو فيها تما الداخل، المسائل ديالها كامله. حنا الحمد لله كان اي حاجه درناها كنشتركوها معكم. غنعطيكم الفصاد ديال هذه هي الاولى، عاد ندخلوا لداخل. هنا تابعوا معنا الفيديو، خليكم تتابعوا معنا. ها الاخوان ديالنا كما عطيناكم لافاصات برا، قلنا لكم حنا غنعطيكم الداخل ان شاء الله يا ربي. كتشوفوا الدخله ديال الدروج هي هذه، ما وريناكم الصراحه حسنا جاو مظلمين شويه وما فينا مقبلتكم. ها الباص والكولور ديال الدروج هو هذا، ها فينا هو، هو كيضرب فيهم الضو صراحه. حنا كنا الظلمه صافي مضوين. ها الدروج واقي ما مشطرين شويه. هذا دخل هذا الباب، باب التفصيل هو هذا. هذه القطعه كما قلنا لكم 86 المترو. شوفوا الصاله ديالها كيفاش جات. هذا الطبق الاولي، الطبق الاولي بسم الله على بركه الله. عندنا هنايا على اليمين عندنا واحد الصاله هنايا كبيره، صاله في صاله. ها هي الصاله ما شاء الله كما كتشوفوا معنا. الصاله قداش الصاله؟ راه فيها تقريبا واحد 7 المترو، تقريبا 7 المترو 6 الفوق. هذه عندنا واحد الرجل نص حيط، ها هو فين الفرق بيناتهم. الضو مضويه كما كتشوفوا معنا تبارك الله، مشمشة. الصالة أخرى ها هي فين هي قبلتها ونفس معاها. حنا نعطيكم شنو في هذا الطبق الأولي، صالة في صالة هما مع بعضياتهم كما ورينا لكم. هنايا السرجم ديال الصالة هو هذا، فيه جوج متر وربعين على متر وثلاثين. تبارك الله راه الشمس مشمشة تواسع هنا قدامها. الباركي قداش الموقع ممتاز صراحة. هنا عندنا اتجاه كما قلنا لكم الصالة هذه حتى هي خلينا لها واحد السرجم كبير. ها هو فين وهبت حتى الأرض تقريبا كما شفتوا معنا. السرجم راه كبير، بقى بحال الباركو، جوج وعشرة على جوج وسبعين، متر وسبعين عفوا على جوج وعشرة، جوج وعشرة اتساع، متر وسبعين دلعلو. ها هو قبلتكم. ها نجيو لاتجاه آخر، معلم ديالنا ها هو فين هو كيهرب. ها هو فين هو المشاهدين ديالنا بيفا، قالكم ديروا اللايكات وتهلاو فينا. اللي باقي ما اشترك يشترك معنا مرحبا به، فضلا منكم وليس أمرا مني. كنشكر جميع الناس اللي كيتابعونا وعملوا الثقة ديالهم فينا ويتواصلوا معنا دائما. هنا غنجيو غنجبرو الحمام، ها هو على يدنا اليمين. هنا تقريبا غيكون واحد الباب، ماشي باب وانما تقريبا غتكون واحد التقطيع هنا بحال الباب الفصي، يكون مقطع اتجاه هذا، فيه جهه فيها الحمام. ها هو كما قلنا لكم الحمام تا هو راه كبير تبارك الله ما شاء الله. ها هو قبلتكم. نجيو لهذا الاتجاه هذا، نجبرو هذا الكولوار هنايا. كاينه هنا عندنا جوج البيوت كما قلنا لكم. غنجيو لهذا الاتجاه هذا، غنجبرو بيت وكوزينه. البيت على اليمين هو هذا، ها هو هنا بيت النعاس، السرجم ديالو على لاكور. ها هو واحد الدار كامله ديالو هنايا، ها المعلم ديالنا هو كينعس هنا. حنا دائما كنسبقو مول الدار، اي دار دخلنا ليها كنعسو فيها حنا الاولين. كنشكر جميع الناس كنخدمو معاهم والزبناء ديالنا كاملين كنشكرهم. ساعه ساعه كنبغيو نضحكو مع المشاهدين ديالنا. هذه هي الكوزينه، ها الكوزينه قبلتكم ما شاء الله سياره كبيره. ها هي الستاسيون ديالها ومدوز كل شويه ديال الظلمه شويه لكن معليش. الستاسيون دايزه. ها الكوزينه خلينا لها واحد، خليناها مفتوحه مع لاكور. لاكور هو هذا، خليناها مفتوحه ندير لها واحد باب كوليس هنايا.
يعني واحد الكوليس هنايا. بالنسبه للاكور هو هذا قبالتكم مشروك مع الكوزينه هنايا. ها هو هذا الباب غيكون كوليس هنايا. السرجم ديال البيت هو هذا بيت الناس. ها الاخوان ديالنا كما قلنا لكم عطيناكم هذا الطبق الاولي، من بعد ان شاء الله نعطيكم الطبق الثاني ونعطيكم السطاح و اي حاجه درناها كنشاركوها معكم الحمد لله. كنشكر جميع الناس اللي كيتابعوني، وما تنساوناش اللي باقي ما اشترك يشترك معنا، كنقول لكم دائما خلينا التعاليق ديالكم. كنشكر جميع الناس اللي كيتابعوني داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكركم جميعا. المعلم ديالنا هو الخدام ديالنا هو فينا هو هذا، راه تبارك الله راه من الناس القدماء حتى هما كنشكرهم، كيسلموا عليكم حتى هما. ها هو كيقول لكم بيضا عملوا لنا اللايك، تهلاو لي فاسكم، شكرا جزيلا. ها الاخوان ديالنا كما قلنا لكم زيارة العمرة، الموقع هو هذا ما شاء الله التواسع هنايا، تابعوا معنا انتم موقع مزيان صراحة. الهدوء هذه هي طنجة البالية زيارة العمران.